السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مش اخباركم؟ اليوم غنصاوب البغرير وغنديرو بالفينو فقط، فينو بوحدو. درت هنا 4 الكيسان ديال عنب الفينو، وغندير معلقه كبيره ديال معلقه صغيره عفوا ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملح، وخماره غنضيفها في الاخر ملي نخلطو في مولينكس. وهذا هو الكاس باش عبرت الفينو، وغنعبر به حتى الماء. ملي نعبر الماء نقول لكم شحال درت ديال الماء، حيت ديما كندير عيني غير عيني ميزاني ما كنعبرش. وغنبدا دابا بسم الله. من بعد فاش خلطت الخليط، درت 6 ديال الكيسان ديال الماء ديال العنبه، غندير خماره هو الخليط ديال البغرير. كيجي بهذه الطريقه، ما تيكون قاسح ما تيكون جاري. ودابا غنخليه شويه حتى يخمر عاد نبدا نطيب فيه. وهذا هو البغرير، من بعد ما خمر بديت كنطيب فيه، خليته تقريبا ربع ساعه باش يخمر مزيان. ملي كدات فيها العجين ديال البغرير والبودره، شويه البودره ديال الكاكاو، غنزين بها البغرير بهذه الطريقه هذه. كيجي بهذه الطريقه. اخيرا هذا هو البغرير اللي صوت. يجي بهذه الطريقه هذه. كنتمنى منكم البنات تشجعوني، وشكرا لكم، بالصحه والراحه.